حكمة وعبرة لهذا اليوم؟ بداية نرحب بكل من يشاهدنا عبر هذه الشاشة المصغرة وكل من يشاهدنا عبر هذا الفيديو البسيط المقدر بدقيقة واحدة، لكن أردت أن أخرج لأقولها حكمة عن تجربة وعن أيام مررت بها في الأيام السابقة. الجميع ممكن أن يملئه الإحباط أو الكسل أو يملئه الهم والمشاكل الكبيرة، لكن بكل تأكيد من يتكل على الله يجعل له ألف مخرجا. خرجت في هذه الفيديو لأقول صلوا على سيدنا محمد بداية، ودوما خلوا اعتمادكم واتكالكم على الله عز وجل، ومهما ضاقت بكم الحياة ومهما ضاقت بكم الظروف فاجعلوا اتكالكم على الله، ومن يتكل على الله فليجعل له ألف مخرجا. نريد أن نكسب الصلاة على سيدنا محمد في هذا الفيديو، ونريد أن نطمئن قلوبنا. طالما الله معنا فلا نريد أي عبد من الله. رجع قوية للميدان بإذن الله تعالى. من أراد متابعة صفحاتنا عبر اليوتيوب وفيسبوك، من جديد سنترك لكم الرابط فوق هذا الفيديو. أتمنى المتابعة وعودة جديدة إلى الميدان بيد الله، وعزيمة جديدة وإرادة جديدة. صلى على سيدنا محمد، وانتظرونا بما هو كل جديد. يلا معنا.